فيش اكبر من ميزه ان صاحب الحق ياخد حقه، والظالم بيرجع الحق وهو حتى لو كرهك في القعده، حتى لو انزعج مني في القعده او انزعج من احد اعضاء القعده، في الاخر يحترمك. لا يوجد تسييس لبعض القضايا في المجتمع السيناوي. طبعا عرف هذا يعني مؤسس من مئات السنين وتحكم به العرف، وظل يعني مثلا متواصل للوقت اللي انت فيه هذا الحين بين القبائل وبين الخمسات وبين الرباع، يعني في عرف بيحكم كل عائله كبير وفي كل قبيله كبير. القضاء بمعناه المتعارف في سيناء هو قضاء عرفي، بمعنى أن المشاكل والاحتكاكات التي تحدث بين أبناء القبائل يتم الاحتكام إلى القضاء العرفي للوصول إلى حل لهذه المشاكل. من أهم مميزات القضاء العرفي هو سرعة حل المشاكل التي تنجم في المجتمع السيناوي، فيلجأ المتنازعين في قضية ما إلى القضاء العرفي ويتم حلها فيما يصل إلى 10 أيام إلى 15 يوما، بعكس القضاء المصري الذي قد تستمر القضية إلى شهور عدة، وبالتالي قد يضيع حق أحد المتنازعين. أنا مثلا حصلت مشكلة بين قبيلتين أو بين نفرين، حلو تمام تمام، بيجوا وبيقعدوا عند واحد الشيخ سليمان، خدت بالك؟ كل واحد بيقول قصتي 1 2 3. طبعا الشيخ بيخلصهم ما يرضي إلا واحد مثلا ضرب الثاني، طبعا احنا قلنا من قبلان في قصاص، واحد مثلا اخذ عربية واحد ترجع العربية بقانونها، قانونها مربع باربع عربيات، هذا ما له حق عند الراجل، هذا قانون عرفي. دينا وطبعنا عند العين هذا ولد هذلوك هم يروحنا زبرة قال دير. اليوم الصبح الساعة 4 الساعة 4 مشينا زبرة. المرأة لها محصنة، محصنة المرأة، ما حد يقرب اي بشر يتقرب لها، حصانه حصانه قبيليه، يعني مش حصانه زي حصانه مثلا واحد موظف او كذا او كذا او كذا، حصانه على كل القبائل. المتعدي على امراه في مجتمعنا السيناوي يتم تسويقه الجيره، بمعنى دفع مبلغ معين من قبل الشخص معين وتكليفه بهذا المبلغ دفعه لاهل المراه. أهالي سيوة للقضاء القانون أو القضاء الحكومي بيبقى نادر، لأن الناس ارتضت إن تحل مشاكلها بشيء أسهل ويرجع الحقوق. وده موجود في الريف المصري كله، كبير المنطقة أو كبير الحارة أو الكلام ده يعني.
أو ما تعرف عليه في المناطق الصحراوية ومناطق الصعيد بعمودية المكان أو مشيخة المكان. وده بيبقى واحد من وسط الناس، بتختاروا الناس بمعايير معينة، معايير إن واحد يبقى قائد ليهم أو رمز ليهم. لما بيختاروا الشخص ممكن ما بيكونش في عمر متقدم غير العواقل، يعني يفضل في العواقل اللي معاونين للشيخ بيبقوا من أعمار متقدمة أو عندها خبرة في الحياة. رحنا واستقبلنا استقبال يليق بأصحاب أهل القرية، قرية أم الصغير. ولما وصلنا لقينا، واحنا كنا عارف سمعنا من الأطراف المشكلة قبل ما نروح للقعدة، ولما قعدنا وتكلمنا باللغة بتاعتنا سمعنا الشاكي. ايش كسبني هذا اللي وقتها؟ ان شاء الله وقت 12 سنه وقت 700 جنيه ماشي. 700 جنيه 700 جنيه 10 سنين دائما لوك صرفاخ المصاريف تاعك راكد ماشي. كامر تاتوك انا لوك غوص مشاكل صرفاخ حوالي 1500. شكرا سعد بالنسبه لي النهارده تمام ماشي. 700 جنيه يعطي لي تمر جميع مره عندك 10 سنين ماشي. امرا حق تاعك راكد في ملس 1500. امرا شيخ جابر ماشي. امرا ويوك طبعا وايا ينظيمه يوغايا ويجنز الشاي يجعيل النس قدش يقصيد النقي ينصب في اللس لما قيرها في اللس ولا يجعي النس يورتية لكن أمري فقد دفتار أنا تمر تفان عوة تفقد عوة تفضار دليل قاطع عوة مقي حط الحق النساد والول لأن نشاجروا الليم فنكم لجوار مكسر حيما قديرون ممكن بعمره مية ثمان قي حط 150 جنيه الحق نفقد النساد وين تامرت سبع مكب من عشر سنين أيوه يوم مصر فاق 1500 يصرف 1500 من الراوة وين كتامرت صفت 1500 كتامرت المصارف نسك اشتصن دقات المكراد فعين السيد بوشستن دمية وخمسين نشو 1650 شكا حاسن قعوط 200 جنيه كتامر تاتوك يصير 700 قاطل قيل واحد تمام 200 جنيه ما فيش مشاكل تمام قيعمر 1850 تمام قيل دفع ونشك 200 و 1650 قيش مستني السيد السيد شق قصد 1650 اللي مصاري فينك لعمران خسريك كله بتامر تفاغ المصباح العوال عشان نسبكم على الشيوخ ونكلهم مرة ونش بالنسبة وايا 1600 جنيه تلغاسينا الميعاد ماشي للتعليم محكمة هتاخد قد ايه وقت عشان تحل هذه المشكلة؟ من المعروف ان للقانون مواد المفترض ان هي مستخلصة من دستور، ومن المفترض ان الدستور خلاصة شعب او اتفاق شعب، ده المفترض من الطبيعي والبسيط يعني. فبالأوضاع اللي احنا بنعيشها وبالقوانين اللي بيجي القاضي بيراجعها علشان يحل هذه القضية، وبالدفاع اللي بيخش وبيحاول ان يوصل الحقيقة لموكله يعني كلا، فده كله بيدي تلبد للمشكلة وممكن تاخد وقت كبير. وأي وقت تاخده لو حيوصل الحقيقة أنا مش هنزعج يعني، لو تاخد 10 سنين بس في النهاية كل الأطراف توصل إنها ترجع الحق لصاحبه يعني ما فيهوش إزعاج. لكن الموضوع ممكن يوصل لشيء غير كده، وده يعني مش مقبول في المناطق البسيطة. واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما نعقدش حياتنا بنفسنا ونوصل لده.